الوحدة الثانية الصف الرابع نتشارك الكوكب. الفكرة المركزية: تتغير بنية الأرض باستمرار من خلال العمليات والقوى المختلفة. يتوقع من المتعلم تحقيق الأهداف الآتية خلال الوحدة: أولاً، اللغة المكتوبة، القراءة والكتابة. القراءة: يقرأ النصوص ذات المستوى المناسب له باستقلالية وبثقة وبفهم حسن. ثانياً، يحدد الفكرة الرئيسة الموجودة في النص. ثالثاً، يوظف المفردات الجديدة في جمل مفيدة لإنشائه. سيتم التكامل في اللغة العربية من خلال عروض قصصية بحيث تعالج خطوط البحث المختلفة، مثل النص الأول سيكون بعنوان مازن والشمس، والذي يوضح أهمية الشمس كأكبر مورد طبيعي يمكن استغلاله للمحافظة على بيئة خالية من الملوثات، وسندعم النص بأنشودة بعنوان الشمس للشاعر معروف الرصافي. أما النص الثاني سيكون بعنوان الشمس لا تنام، وهو نص حواري يبين فوائد الطاقة الشمسية وأهمية الشمس لتعاقب الليل والنهار. ثانيا، اللغة الشفوية. سنبدأ بالمحادثة. سيتحدث المتعلمون عن كيفية المحافظة على البيئة من التلوث. بالنسبة إلى الاستماع، سيكون نص حول عباس بن فرناس ومحاولة الطيران وأثر تجربته على تطوير عالم الطيران والمهارات التي كان يتمتع بها، مثل الحفظ، مهارة الحفظ، حفظ أسماء الكواكب. فن الكتابة. سيقوم المتعلمون بكتابة تميزية. الكتابة للمبتدئ ستكون بعمل لوحات إرشادية للمحافظة على البيئة، أما للمتقدم فستكون كتابة مقال إخباري بعنوان صرخة أرض، يتحدث عن الملوثات البيئية وسببها في استنزاف الموارد الطبيعية. اللغة المرئية. سيطبق المتعلم معرفته للوحدة من خلال نشر التوعية بين المتعلمين حول كيفية المحافظة على نظافة البيئة. استخدام مفهوم الارتباط. سيتم ربط أنشطة خطوط البحث بمشروع الوحدة، حيث يقوم المتعلمون تصوير فيديو لكيفية الحد من الملوثات البيئية بدءا من بيئة المدرسة من على وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وعافية.